باتت معارض الكتاب ملتقيات ثقافية وحضارية لا تقل أهمية عن المؤتمرات والاجتماعات الدولية، فوسط اهتمام إعلامي ورسمي كبير انطلقت فعاليات معرض الكتاب الدولي في ولاية نيويورك، والذي يستمر لمدة 3 أيام، حيث تشارك فيه المملكة العربية السعودية بجناح ضم إصدارات ثقافية وفكرية متعددة، والتي تعكس واقع الحياة اليومية والصورة الحقيقية للواقع الحضاري المتميز للمملكة على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي. أصبح الآن العالم الآن قرية واحدة، قريب الأطراف، قريب المعلومة. كون وجود معرض سعودي على أرض نيويورك في مانهاتن في هذا الحجم بهذا الزخم من عدد الكتب اللي تجاوزت 85% مترجمة إلى اللغة الإنجليزية تخاطب العقلية الأمريكية، هذا الحقيقة يعتبر نجاح سابق جدا وإقبال كبير. الحقيقة أصبح يعني أنا واقع عملي في نيويورك نجد كثير من الأسئلة المثارة، طلب المعرفة، العلم، ما هي المملكة العربية السعودية، ما هي أنظمتها، ما هو قوانينها. مشاركة المملكة في هذا المحفل العالمي وبإشراف خاص من قبل وزارة التعليم العالي يعد مؤشر نجاح على مواكبة الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، والتي في مقدمتها التعريف والتفعيل الحضور الثقافي السعودي في كافة المحافل الثقافية وعلى الساحة الدولية. طبعا المملكة العربية السعودية تشارك في أغلب المحافل الثقافية الدولية، ومن ضمنها معرض نيويورك الدولي للكتاب. هذا المعرض هو أكبر معرض دولي للكتاب في أمريكا، وهذه هي المشاركة الثالثة للمملكة العربية السعودية في جناح يضم أغلب الجامعات السعودية والجهات الحكومية وبعض دور النشر الخاصة. فتأتي أهمية المشاركة الحقيقة من الإصدارات المتميزة التي تصدر من الجامعات السعودية والقطاع الخاص، يتم المشاركة بها في هذا المعرض لعرضها على زوار المعرض. أغلب الكتب التي منشورة ومشارك بها هي باللغة الإنجليزية وفي مختلف التخصصات. وسط مشاركة العديد من دول العالم في معرض الكتاب الدولي هذا، والذي يقام سنويا على أرض أشهر معارض الكتاب في أمريكا الشمالية، تميز جناح المملكة العربية السعودية بعرضه لأكثر من 400 عنوان لأحدث الإصدارات في المملكة، تتحدث عن تاريخ وجغرافية المملكة وكتب عن الحرم المكي وعن الكعبة المشرفة. ولم يبرح الطب السعودي من مساهمته في الجناح السعودي، وذلك من خلال كتاب كيفية فصل السيامين، والمهم في هذا أن معظم هذه الكتب قد ترجمت إلى اللغة الإنجليزية. نعم، هذا العام يعني تميز ولله الحمد بأنه تم الحقيقة اختيار عدد من العناوين تتناسب مع طبيعة هذا المعرض ومع نوعية هذا المعرض، فكان هناك لجنة مشكلة حقيقة من قبل الوزارة ومن قبل الملحقية الثقافية عكفت على فحص مجموع عدد كبير من القوائم الكتب. الطلبة السعوديين المبتعثين لم يدخلوا جهدا للتطوع في عمل تنظيم جناح المملكة ليضيفوا عليه لمسة إيجابية أخرى تعكس خلالها الوجه الحضاري الحقيقي للمملكة، وتأكيدا لانفتاحها الثقافي. أكيد سعيدة جدا وحاسة أنه كل حيوية بأمثل دولة المملكة العربية السعودية، بعرف الموجودين إنه إنتاجاتنا وكتبنا، ويعني الحمد لله مبسوطة. يعتبر هذا المعرض واحد من أكبر المحافل الأدبية والفكرية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المعرض هو تعزيز الصورة الحضارية للفكر والثقافة العربية، والعمل قدما لمد جسور التواصل مع الثقافات الأجنبية لعكس الصورة الحقيقية والإنجازات الفكرية للمملكة. من معرض الكتاب الدولي في نيويورك، حمد الكرخي، تلفزيون المملكة العربية السعودية.